باختصار اشنو كتقول الفلسفه وعلم النفس؟ سؤال علاش ما كنتحروش رغم قمه الالم. بالنسبه للالم كيتمثل في الخوف من تجربه الموت او لا بذلك ما بعد الموت. داك الشخص اللي كيبغي ينتحر كيخاف من الالم ديال الموت وكذلك حتى ما بعد الموت ما كيعرفش شنو المصير ديالو وشنو غادي يكون كذلك. طبعا الحال انا كنهضروا بصفه عامه وماشي فقط من الجانب الديني لحقاش مثلا المسلمين عندهم داك الوازع الديني ديال الخوف من العذاب ديال الله ومن الاخره. اما بالنسبه للامل فكيتمثل دائما في ان الانسان عنده دائما ديك الرغبه في انه يبدل الوضعيه ديالو وتيقول على ان ربما غدا او لا بعده الوضعيه ديالي المستقبليه غادي تكون احسن من الوضعيه ديالي الحاليه ودائما كيتامل على انه غدا يكون احسن من اليوم وهذا الشيء هذا اللي كيخلي على انه تكون عنده ديك الرغبه في الاستمرار في الحياه وهذا الشيء كامل باختصار